صباح الخير طلبة الأعزاء في كلية الطب البشري جامعة الفيوم، معاكم الدكتورة إيمي فخري، وأنا مدرس الفسيولوجيا الطبية أو الميديكال فسيولوجي في كلية الطب جامعة الفيوم. وهنشرح مع بعض النهاردة إن شاء الله المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية هنبقى بنشرح فيها الثايرويد جلاند. أعتقد أنتوا خدتوا الجزء بتاع الانترودكشن وجزء البيتيوتري جلاند مع أستاذتنا دكتورة أماني، وهنكمل مع بعض بقية الجلاند. هناخد مع بعض ثايرويد جلاند النهاردة. طيب الثايرويد جلاند بيسموها الباترفلاي جلاند، شكلها زي الباترفلاي بالظبط. ليه؟ لأنها بتتكون من فصين، تو لوبس، بيوصل بينهم حاجة وهنشوفها حالا اسمها اسمس، والتو لوبس دول lying on either side من التراكية، التراكية اللي هي القصبة الهوائية. فين مكانهم؟ تحت اللارينكس على طول، وبتحاوط التراكية. عشان كده أي حد يجيله فيها تضخم جامد أو لا قدر الله تيومر أو أي حاجة، ممكن يحس إن هو مش قادر ياخد نفسه كويس، يحس نفسه مكتوم شوية. تمام؟ ليه؟ لأنها راكبة على التراكية أو القصبة الهوائية تحت اللارينكس على طول، اللي هو اللي بنسميه الفويس بوكس أو الحنجرة يعني. It's not essential for life، يعني لو حصل ان الانسان شالها، هو طبعا ما بتتشالش كلها، بتتعمل حاجة اسمها subtotal thyroidectomy، بتتشالش كلها، لكنها essential جدا للgrowth and physical and mental well-being، زي ما هنعرف الfunctions بتاعة الثيرويد هرمونز ايه اهمية وجودها في الجسم. هو ده شكلها، شكلها زي الباترفلاي زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني زي الفراشة، ليها تو لوبس، رايت وليفت لوبس، وبيوصل ما بينهم حاجة اسمها الاسمس، وهي تحت اللارينكس. اللارينكس اللي هو ده، اللي هو الفويس بوكس او الحنجرة اللي فيها الأحبال الصوتية، ودي التراكية اهي اللي باينة اهي، تراكية، وهي lying on either side and anteriorly قدام التراكية. تمام؟ ده المكان بتاع الثايرويد جلاند، وتعتبر هي واحدة من أكبر الجلاندز الموجودة أو الإندوكراين جلاندز الموجودة في جسمنا. مش هتكلم كتير في الهيستولوجي لأن أنتوا هتاخدوها بالتفصيل، بس هي بتتكون مينلي من حاجة اسمها ثايرويد فوليكلز، كور جنب بعضها كده، كلوزد فوليكلز جنب بعضها، وهذه الفوليكلز بتبقى لايند بحاجة اسمها كيوبويدال ابيثيليال سيلز، ودي بتحصل فيها أحداث مهمة جدا جدا هنعرفها بعد شوية. وجوه الفوليكلز دي حاجة اسمها ثايروجلوبيلين أو الكولويد، كولويد ماتيريال أو ثايروجلوبيلين، وهنعرف هو عبارة عن إيه وأهميته إيه برضو. ثم جنب الفوليكلز فوليكلز دي حاجة اسمها بارا فوليكلر سيلز، جنب الفوليكلز حاجة اسمها بارا، سوري أهي، بارا فوليكلر سيلز. إيه البارا فوليكلر سيلز؟ بارا يعني بجوار، بيسايد. فالبارا فوليكولر سيلز دي هي نوع من السيلز او بيسموها السي سيلز او الكلير سيلز، دي بتطلع هرمون اسمه كالسيتونين او ثايروكالسيتونين، وده ليه دور مهم جدا في ابقاء الليفل بتاع الكالسيوم بتاعنا، لورنج، هو كالسيوم لورنج هرمون، عشان يخلي الكالسيوم في جسمنا ما يعلاش زياده عن الطبيعي، هو كالسيوم لورنج هرمون، ليه دور مهم في الكالسيوم هوميوستيزيس او الكالسيوم ميتابوليزم، هناخده ان شاء الله في اخر الشابتر الاندوكراين. فالبارافوليكولر سيلز او الكلير سيلز بتطلع حاجه اسمها ثايروكالسيتونين. امال الثايرويد جلاند نفسها بتطلع ايه بقى، او الثايرويد فوليكلز دي او الثايرويد سيلز بتطلع ايه؟ بتطلع هرمونين مهمين، حاجه اسمها ثايرويد هرمونز اللي هم التي 3 والتي 4، وهنعرفهم حالا او هنتعرف عليهم اكتر طول المحاضره بتاعه النهارده. زي ما قلنا الثايرويد هرمونز بتطلع حاجه اسمها تي 4 وبتطلع حاجه اسمها تي 3 من الثايرويد فوليكلز. التي 4 هي حاجه اسمها تترا ايودو ثايرونين او الثايروكس، تترا يعني اربعه، وهنعرف يعني ايه اربعه، ليه اربعه يعني، تترا ايودو ثايرونين او ثايروكس. والتي 3 تراي، تراي يعني ثلاثه، تراي ايودو ثايرونين. وجدوا انه برغم ان التراي ايودو ثايرونين بيبقى موجود في دمنا in smaller amounts عن التي 4، وبرغم ان هو بيقعد في الدم او في البلازما shorter time عن التي 4، لكن هو more potent او more active، يعني اللي بيشتغل اكتر، more potent اكتر، more active اكتر على مستوى السيلز او على مستوى التيشوز هو التي 3. عشان كده هنعرف ان بعد فتره من طلوع التي 4 هيتحول الى التي 3 اللي هو الاكتف فورم او البوتنت فورم من الثايرويد هرمونز.
كمان عندي حاجه اسمها بارافوليكولار او سي سيلز اللي شفناها في السلايد اللي فات اللي بتطلع ايه، ايوه برافو عليكم، الثايروكالسيتونين او الكالسيتونين اللي هو ثالث هرمون بيطلع من الفول من سوري الثايرويد جلاند، بس مش بيطلع من الفوليكلز، بيطلع من البارافوليكولار سيلز. طيب احنا محتاجين قد ايه؟ احنا عشان نقدر نصنع النورمال اماونت او النورمال ليفل من الثايرويد هرمونز في جسمنا، محتاجين من الايودين اللي هو اليود محتاجين 50 مللي جرام في السنة كلها. السنة فيها تقريبا 52 أسبوع، يعني تقريبا احنا محتاجين ناخد مللي جرام واحد في الأسبوع، ده يكفينا جدا إن احنا نطلع normal amount أو normal level to keep the normal level of thyroid hormones في جسمنا. يعني احنا مش محتاجين كمية كبيرة ولا حاجة. طيب لقوا إن في بعض الأماكن زي الفيوم عندنا وزي الواحات كان بيبقى فيها نقص في الايودين شويه، الـ ما يقدرش ياخدوا طبيعي من البيئه اللي حواليه، فوجدوا انه كان بيحصل عندهم some sort of iodine deficiency، وكان بيحصل hypothyroidism او عدم قدره على يعني انتاج ثايرويد هرمونز بليفل كافي. لكن حاليا القصه دي خلاص ما بقتش موجوده anymore. عارفين ليه؟ لانه دلوقتي كل السولتس التيبل سولت اللي هو ملح الطعام كله دلوقتي اصبح ايودينيتد او ايودايزد، يعني بيضاف ليه، بصوا ايودايزد تيبل سولت يعني بيضاف ليه كله ايودين، فحتى الاماكن اللي فيها شورتج اللي فيها ديفيشنسي اوف ايودين اصبح فيها بياخدوا ملح الطعام ده اوريدي ايودايزد، فاصبح من الصعب جدا ان حد يجي له ايودين ديفيشنسي وما يقدرش يطلع النورمال ليفل من الثايرويد هرمونز. يبقى احنا محتاجين 1 مللي جرام من الانجستد ايودين required per week for formation of normal amounts of thyroid hormones، يعني في السنة محتاجين 50 ملي جرام بس، فسهل ان احنا نوفر الكمية دي في الأكل. طيب بعد ما بيدخل ويمتص من الجي اي تي الايودين ده اللي احنا خدناه في السولت او في اي حاجة تناولناها، خدناه خمسه بس هتقدر الثايرويد جلاند تعمل له ابزوربشن، خمس الايودايد ده او الايودين اللي احنا بناخده في مع الطعام ابزوربد باي ثايرويد سيلز عشان تستخدمه في تصنيع المين الثايرويد هرمونز، هو اساسي جدا. خلاص الحاجه الثانيه انه تقدر الثايرويد جلاند بعد ما تطلع الثايرويد هرمونز اللي هم تي 3 وتي 4 يتخزنهم جواها بكميات كبيره قوي تغطي حاجه الجسم لمده شهرين الى 3 شهور. عشان كده لما الثايرويد تبتدي تتعب ويجي لها كسل يقول لك ايه، الدكتور قال لي عندك خمول في الغده او عندك كسل في الغده، ودايما الناس عندها كلمه الغده دي اللي هي الغده الدرقيه على طول وكانه ما فيش غده تاني في الجسم يعني، لكن دايما الناس عندها يقول لك قال لك عندي نشاط في الغده او عندي خمول او كسل في الغده اللي هي الغده الدرقيه. لما بيحصل الخمول او الكسل بدا المشكله مثلا النهارده ما تبانش عند العيان اعراض الا بعد 3 شهور على الاقل. ليه؟ عشان يكون الستورج بتاعه او الستورد ثايرويد هرمونز اللي في جسمه اللي متخزنه في الثايرويد خلاص خلصت واستهلكت كلها، ومش قادره الثايرويد لان فيها كسل او خمول تصنع جديد، فتبتدي المشاكل تطلع بقى، وهنعرف ايه هي مشاكل الهايبوثايرويديزم في اخر جزء خالص من المحاضره الثانيه. فاحنا زي ما قلنا ان الثايرويد جلاند ليها لارج ستورج اوف ثايرويد هرمون كفرز ذا نيدز اوف ذا بودي لمده شهرين او 3. طيب تعالوا بقى نتكلم على الخطوات اللي بيها او الميكانيزم اوف سينثيز اوف ثايرويد هرمونز، ازاي بتقدر الثايرويد جلاند او ثايرويد فوليكلز او ثايرويد سيلز تطلع لي ال تي 3 والتي 4 ده، ازاي بتصنعه؟ اول حاجه لازم نؤمن احتياجنا الاستراتيجي من الثايروجلوبولين. ايه الثايروجلوبولين ده؟ قلنا ان هي ماده اسمها الكولويد، هو عباره عن جلايكوبروتين ثايروجلوبولين موجود، وهو لارج جلايكوبروتين موجود جوه الثايرويد فوليكلز. ما تنسوش ان دي ثايرويد فوليكلز تمام، وان دي حاجه اسمها ايه زي ما قلنا البارافوليكولرز او السي سيلز، فالكولويد دي او ثايروجلوبولين موجود جوه الفوليكولر جوه الثايرويد فوليكلز، وده جلايكوبروتين بتصنعه الفوليكولر سيلز دي وبتستخدمه بعد كده عشان تصنع منه التي 3 والتي 4، وهو بيفضل موجود جوه الفوليكلز بكميات كبيره جدا جدا، وانت بتشوفه تحت الميكروسكوب حتى لما بتصبغ السكشنز بتاعت او الافلام بتاعت السلايدز سوري بتاعت الثايرويد جلاند، وبتقدر تشوفه تحت الميكروسكوب ويبقى كاركترستيك قوي منظره ما يتنسيش يعني. ستورد في الفوليكلز ان لارج اماونتس فور لونج بيريد اوف تايم عشان تستخدمه في تصنيع التي 3 والتي 4. طيب كل موليكيول من الثايروجلوبولين ده، كل موليكيول من الثايروجلوبولين في 123 تايروزين ريزيديو. ايه التايروزين ده؟ ده امينو اسيد
واحد من الامينو اسيد حمض اميني اسمه تيروزين. لان ما تنساش ان انت وانت بتاخد تصنيف الهرمونات اساسا في الاول قلنا ان في حاجه اسمها ستيرويد هرمونز وفي حاجه اسمها مش عارفه امينو اسيد دريفيتيف هرمونز. من ضمن الامينو اسيد دريفيتيف هرمونز قلنا لك ان الثيرويد هرمون امينو اسيد دريفيتيف، وبتطلع من امينو اسيد اسمه ايه، مشتقه من امينو اسيد اسمه تيروزين، تمام. وهذا التيروزين بتجيبه منين؟ بتجيبه من ماده الكولويد او الثيروجلوبولين اللي موجوده جوه الثيرويد فولكلز، تمام. يبقى ابتدت الصوره تتضح شويه ان التي 3 وتي 4 بيطلعوا من حاجه اسمها تيروزين، هو امينو اسيد ديريفاتيف مشتقين من امينو اسيد تيروزين. وهذا التيروزين بنجيبه منين او موجود فين؟ موجود في الثيروجلوبولين، هو مكون رئيسي من مكونات الثيروجلوبولين او الكولويد اللي موجود جوه الثيرويد فولكلز. فلازم نؤمن الاول احتياجنا من الكولويد او من الثيروجلوبولين عشان نعرف نصنع التي 3 والتي 4. طيب اربع خطوات هيتموا، هقولهم لك الاول اجمالا كده ثم هبتدي اشرح كل خطوه بالتفصيل عشان تعرف ازاي القصه بتبدا من اول ما نبدا في تصنيع التي 3 والتي 4 لحد ما نطلقهم خارج الثيرويد عشان يبتدوا يروحوا يشتغلوا في الاماكن اللي هيروحوا يشتغلوا فيها زي ما هناخد الفانكشنز بتاعتهم. اول خطوه عمليه اكتيف ابتيك، محتاجين ناخد الايودين لان الايودين ده مش متوفر في جوه الثايرويد فوليكلز او جوه الثايرويد سيلز، فاحنا محتاجين ناخده من البلازما، بس بناخده بواسطه، بنضخه من البلازما لجوه الثايرويد فوليكلز بواسطه حاجه اسمها اكتيف ايودين بامب او اكتيف ايودايد بامب. بناخد انهي فورم اوف ايودايد اللي موجود في البلازما؟ حاجه اسمها ان اورجانيك ايودايد. يبقى اكتيف ابتيك اوف ان اورجانيك ايودايد خلاص من البلازما بعمليه اسمها اكتيف بامبنج او بواسطه الاكتيف بامب. تاني حاجه ده بيسموها ايودايد ترابنج على فكره، تمام. تاني حاجه هذا الان اورجانيك ايودين او ايودايد بنحوله الاورجانيك ايودين بواسطه عمليه اكسده اوكسيديشن، بيدخل انزيم كده اسمه بيروكسيديز انزيم وهنعرف موجود فين وبيشتغل ازاي، يعمل لك عمليه اوكسيديشن للان اورجانيك ايودايد الى اورجانيك ايودين. حولناه لفورم تاني. ليه حولناه لفورم تاني؟ عشان تبقى له القدرة انه يمسك مع الامينو اسيد تيروزين اللي بحكي لك عنه لسه في السلايد اللي فات اللي موجود فين؟ ايوه اللي موجود في الكولويد او الثيروجلوبولين. يبقى يقدر الاورجانيك ايودين، الانورجانيك ايودين ليس له القدرة على الاتحاد مع التيروزين، عشان كده كنا لازم نعمل له اوكسيديشن ليتحول الى الاورجانيك ايودين عشان يقدر يمسك مع التيروزين امينو اسيد ويحوله يعمل له ايودينيشن، يعني يرتبط معاه او يبايند معاه ويحوله الى حاجه اسمها ايودو تيروزين. ايودين وتيروزين يعمل لك حاجه اسمها ايودو تيروزين. الايودو تيروزين بقى هم اللي بيمسكوا في بعض، يعشقوا في بعض ويعملوا كوندنسيشن او كابلنج مع بعض عشان يكونوا لك حاجه اسمها ايودو ثايرونين اللي هم التي 3 والتي 4، وهنعرف ازاي وهنفهم ازاي ايه الفكره، يعني طب مين يمسك مع مين عشان يطلع التي 3 ومين يمسك مع مين عشان يطلع التي 4، هنعرف حالا لما ناخد الديتيلد ستيبس. اول حاجه عمليه الاكتيف ابتيك اوف ان اورجانيك ايودايد من البلازما بعمليه اسمها ايودايد ترابنج بواسطه حاجه اسمها اكتيف بامب. هنشوف كل حاجه بالصور حالا بس اصبر معايا شويه. هذه الستيب بيساعدها وبيصرحها حاجه اسمها تي اس اتش، وطبعا حضرتك بقيت خبير دلوقتي في تي اس اتش. تي اس اتش زي ما خدت مع الدكتور اماني بيطلع منين؟ برافو، هو فعلا واحد من السته هرمونز اللي بيطلعوا من الانتيرو بيتيوتري. الانتيرو بيتيوتري طالع من الانتيرو بيتيوتري سته هرمونز وبيطلع من البوستيرو بيتيوتري اتنين، صح؟ فالانتيرو بيتيوتري واحد من الهرمونز المهمه جدا بيطلع من الانتيرو بيتيوتري من الثايروتروبس بتاعتها حاجه اسمها ثايرويد ستيميليتنج هرمون، وهو من اسمه كده اسمه ايه؟ ثايرويد ستيميليتنج. يعني ايه ثايرويد ستيميليتنج؟ يعني بيستيميليت الثايرويد عشان تطلع التي 3 والتي 4، تمام؟ طيب اول خطوه بتساعد فيها التي اس اتش ده انه تساعد عمليه الايودايد ابتيك او الايودايد ترابنج من البلازما الى جوه الثايرويد سيلز. طيب عايزين نفهم اكتر وعايزين نتخيل اكتر، خلونا نشوف مع بعض هذا الدايجرام. دي الثايرويد فوليكلز، خدنا واحده كده لوحدها وبعدين هناخد منها من هي لايند كيوبويدال سيلز، هناخد او كيوبويدال ابيثيليال سيلز، هناخد سيل واحده بس من الـ من الـ من اللي هي اللايننج سيلز دي، هناخد واحده بس ونكبرها قوي قوي عشان طبعا انت عارف ان دي الثايرويد فولكل سوري الكيوبويدال ابيثيليال سيلز، ودي ايه ده الكولويد اهو الحته اللبني دي اللي هو جزء من الكولويد او الثايروجلوبين، تمام. طيب الثايرويد فوليكلز حضرتك هيحصل فيها ايه بعد كده او متخيل انه هيحصل فيها ايه؟ اول حاجه هتحصل اللي هي عمليه الايودايد بامب
ايه قصة الايودايد بامب دي؟ بص معايا، انت ماشي عندك بلاد فيسلز الكابيلاريز او البلازما، يعني اللي ماشيه فيها البلازما او البلاد ماشيه بره الفوليكولر سيلز، تمام؟ حضرتك عايز تاخد وتلقط وتعمل ترابنج للايودايد اللي فيها وتضخه بواسطه مضخه اسمها الايودايد بامب جوه الايه؟ جوه الفوليكولر سيلز. ده هيحصل ازاي؟ هيحصل بمساعده اللي ظهر لك ده اللي اسمه السيم بورتر او اسمه ايودايد صوديوم كو ترانسبورتر. ايودايد صوديوم كو ترانسبورتر. ايه الايودايد صوديوم كو ترانسبورتر ده او بيسموه السيم بورتر؟ انت طبعا خدت ترانسبورت اكروس السيل ميمبرين. الايودايد سوري السيم بورتر ده او الكو ترانسبورتر هو الذي له قدره على انه يشيل تو ايتمز او تو اليمنتس ويتحركوا مع بعض في نفس الاتجاه، فبيسموه كو ترانسبورتر او سيم بورتر، تمام؟ فهذا الكارير او هذا الترانسبورتر يقدر يشيل الايودايد والصوديوم، وواضح من اتجاه السهم الاخضر والاحمر انهم ماشيين في نفس الاتجاه. فهو بياخد الصوديوم، اتنين صوديوم الحقيقه مش واحد، وواحد ايودايد، ويعمل له بامبنج الى جوه الايه؟ الى جوه الفوليكولر سيلز او الثايرويد فوليكولر سيلز. طيب دي عمليه واضح انها بامبنج، خلاص عمليه بامبنج محتاجه انرجي. طب هنجيب الانرجي منين؟ عشان طب وليه محتاجه انرجي؟ وليه محتاجه تكون بامبنج مضخه؟ ما هياش عمليه مثلا مجرد كارير من غير انرجي ولا حاجه، فاسيليتيد ديفيوجن عادي. لانه حقيقه الامر ان الايودايد عشان يتحرك من البلازما الى جوه السيلز بيتحرك اجينست الكونسنتريشن جريدينت، لانه بالتاكيد موجود جوه الفوليكولر سيلز اكتر، تركيزه جوه الفوليكولر سيلز اكتر من تركيزه في الكابيلاريز. فعشان كده لازم بيتحرك against the concentration gradient. طالما بيتحرك against the concentration gradient يبقى محتاجين energy على طول واحنا مغمضين. هذه الانرجي بنجيبها منين؟ بنجيبها او بنعتمد على حاجة تانية تولد لنا الانرجي المطلوبة لهذه البامب. بنجيبها من حاجة اسمها sodium potassium ATPase pump، ودي قتلت بحثا عندك. برايمري اكتف ترانسبورت، ابرز مثال على البرايمري اكتف ترانسبورت هو sodium potassium ATPase pump، اشهر من نار على العالم في كل الفسيولوجي وفي كل حاجه في جسمنا. فالصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب بتبمب 3 صوديوم اوتسايد ذا سيل من جوه الفوليكولر سيل للبلازما، وتدخل 2 بوتاسيوم جوه السيل. فاكر الكلام ده؟ طيب ليه لازم تحصل القصه دي؟ عشان تضمن لما بطلع صوديوم بره اضمن ان دايما بيبقى فيه صوديوم بره كافي ان هو يتحمل بعد كده على هذا السيم بورتر او الكو ترانسبورتر ويدخل هو والايودايد جوه السيل. يبقى اذا انا باخد الطاقه المطلوبه لهذه البامب من الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب اللي بتبامب 3 صوديوم اوتسايد تو مينتين هاير كونسنتريشن اوف صوديوم اوتسايد تو مينتين بايندينج اوف صوديوم توجذر مع الايودايد على نفس السيمبورتر او الكو ترانسبورتر عشان الاو ان يحصل ايودايد بامبنج او ايودايد ترابنج انسايد ذا فوليكولر سيل. متفقين؟ طيب يبقى اذا دلوقتي انا اعتمدت على الطاقه اللي بتولدها الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب بواسطه، طبعا هي بتعتمد على الاي تي بي، تكسير الاي تي بي زي ما باين من اسمها، ودخل الايودايد الحمد لله جوه، تمام؟ ويرجع تاني الصوديوم يطلع عشان يدخل تاني، وهكذا وهكذا طول الوقت. دخل الايودايد جوه، طب هو دخل هنا جوه الفوليكولر سيلز، انا عايزه يوصل لمين؟ عايزه يوصل لجوه للثيروجلوبين. بسيطه، ربنا خلق لنا حاجه تانيه اسمها باندرين او اسمها الكاونتر ترانسبورت، بس ده اسمه ايه بقى؟ ايودايد كلورايد، مش ايودايد صوديوم، ايودايد كلورايد بس كاونتر ترانسبورت. ايه الفرق بينه وبين الكو ترانسبورت اللي في الناحيه الثانيه؟ ده على فكره اسمه البيزل او البيزولاترال ممبرين او البلازما ممبرين، وده اسمه الايبيكال ممبرين اللي هو فيه الكاونتر ترانسبورت ده. الكاونتر ترانسبورت ده اللي هو عكس بعض، واضح جدا ان تو اليمنتس بس بيتحركوا عكس بعض. واحد الكلورايد يتحرك من الثايروجلوبولين الى جوه السيل، والايودايد من السيل الى الثايروجلوبولين الى خارج، تمام؟ يبقى بواسطه هذا الكاونتر ترانسبورت قدرت اوصل الايودايد اهو. يبقى خدت الايودايد بواسطه هذا الكو ترانسبورت مع الصوديوم او السيمبورتر، ثم بالكاونتر ترانسبورتر او اسمه البندرين بروح مدخلاه جوه الايه؟ الثايروجلوبولين. اول ما يدخل جوه الثايروجلوبولين بقى تحصل الثلاث خطوات اللي هجم يعني هجملهم لك دلوقتي بس هفصلهم لك بعد شويه. اول خطوه بتحصل هي عمليه الايه؟ ايوه اوكسيديشن. ما احنا قلنا ان احنا بنأخدينه من البلازما ده
بيبقى ان اورجانيك ايودايد، بس عشان يقدر يمسك مع التيروزين لازم نعمل له عمليه ايه؟ اوكسيديشن. هنعرف ده بيحصل ازاي، ثم يقدر يتحد مع التيروزين فيعمل له حاجه اسمها ايودينيشن، ثم كابلنج اوف ايودو تيروزين هناخدهم حالا. بص معايا، الخطوه الثانيه اللي هي عمليه الاوكسيديشن بتاعه الاورجانيك ايودين، اول ما او سوري الاوكسيديشن بتاع الان اورجانيك ايودايد الى الاورجانيك ايودين، اول ما دخل الايودايد جوه الثايروجلوبولين يبتدي يمسك فيه او يجي له انزيم اسمه البيروكسيديز انزيم، واضح من اسمه هو بيعمل اوكسيديشن للان اورجانيك ايودايد الى اورجانيك ايودين بانزيم اسمه بيروكسيديز، ده موجود جوه الثايرويد فوليكل او موجود جوه الثايروجلوبولين. طيب اول ما يتحول الان اورجانيك ايودايد الى اورجانيك ايودين يروح يمسك في مين؟ ايوه في التيروزين ريزيديوز اللي موجوده جوه الثايروجلوبولين، تمام؟ يمسك فيه طول ما هو ان اوكسيدايزد او ان اورجانيك ما يعرفش يمسك، لكن اول ما اصبح اورجانيك ومسك مع الايودايد سوري ومسك مع الاكسجين او حصل له اوكسيديشن يعني، قدر يمسك مع التيروزين ويكون حاجه اسمها ايه بقى؟ بيكون له مركبين، حاجه اسمها مونو وحاجه اسمها داي. مونو يعني واحد، مونو ايودو تيروزين يعني ايودين واحده ماسكه في تيروزين، او داي ايودو تيروزين يعني اثنين ايودين ماسكه في التيروزين. يبقى اما يمسك واحد ايودين مع واحد تيروزين يكون لي مونو ايودو تيروزين، او اثنين ايودين مع واحد تيروزين يكون لي داي ايودو تيروزين. فكره ان الايودين يمسك مع الثايروجلوبولين او مع التيروزين ريزيدوز دي بنسميها ايه؟ بنسميها اورجانيفيكيشن. ليه؟ لان هو اورجانيك ايودين فبنسميه organification of thyroglobulin. يعني الخطوة دي تقدر تسميها iodination of amino acid tyrosine أو organification of thyroglobulin. أعتقد هي مكتوبة لك الاسمين في الكتاب أو في النوتس بتاعتك، عشان يكون لي زي ما قلنا مونو ايودو تيروزين وداي ايودو ايه تيروزين. حلو الكلام. كل thyroglobulin molecule دي، المعلومة دي مهمة، مش عارفة إذا كانت موجودة عندك في النوتس ولا لا، مش متأكدة، ممكن حضرتك تضيفها من المحاضرة. كل thyroglobulin molecule بيبقى فيه زي ما قلنا 123 امينو اسيد ريزيديو اسمه تيروزين. حلو قوي. هل كلهم لازم يشاركوا كل مره في تصنيع التي 3 وتي 4؟ ده احنا كنا صنعنا كميات مهوله، كنا كلنا دخلنا في هايبر ثايروديزم، الجسم مش محتاجها. اونلي 20 واحد بس من ال 123، 20 واحد بس، يعني تقريبا هنقول ايه سوتس العدد، هم اللي بيحصل لهم ايدونيشن، هم اللي بيحصل لهم اورجانيفيكيشن او بيمسكوا مع الاورجانيك ايودين. خلاص 20 واحد بس كل مره، وبالتالي كل ثايروجلوبولين مولكيول واحد بيكون لي حوالي 10 ثايرويد هرمون مولكيولز. كل ثايروجلوبولين مولكيول واحد عنده القدره على تكوين ايه؟ تكوين 10 ثايرويد هرمون مولكيولز. اخر خطوه هي عمليه الكابلنج. احنا وقفنا عند اخر حاجه ان احنا صنعنا حاجه اسمها مونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين اللي فاكر معايا. طب لو مونو مسك مع داي يكون ايه؟ مونو يعني واحد مسك مع داي اتنين يكون ايه؟ يكون لي تراي، صح؟ فعلا لو مونو مسك مع داي يكون لي حاجه اسمها ايه؟ تراي ايودو ثايرونين. ولو تفتكروا تراي ايودو ثايرونين ده سميناه ايه؟ سميناه تي 3. ارجع كده الاول المحاضره وافتكر، تمام؟ طب لو داي مسك في الداي هيعمل ايه؟ هيعمل، صح، برافو عليكم، 4. داي يعني 2، لو داي مسك في الداي هيعمل لي 4. ايه الاربعة ده؟ اللي هو التترا ايودو ثايرونين اللي هو الثايروكس. عرفتوا ازاي بيتكونوا؟ عشان كده عندي تي 3 وتي 4، لان المونو ممكن يمسك في الداي يكون لي تي 3 تراي ايودو ثايرونين، والداي ممكن يمسك مع داي ويكون لي تترا ايودو ثايرونين او اللي بنسميه تي 4 او الثايروكس. متفقين؟ يبقى عرفنا كده. طيب جيب بقى، حبيت اجمع لك القصه كلها في سلايد واحده، كل اللي احنا حكينا فيه الوقت اللي فات ده كله، عشان نقدر نفهم القصه ماشيه ازاي. بص معايا، القصه بتبدا من ايه؟ زي ما اتفقنا ان عندي ثايرويد فوليكلز وخدنا منها سيل وكبرناها كده عشان ايه؟ نشوف الاحداث اللي هتحصل جواها. اول حدث، انا عايز اؤمن كفايتي ومخزوني الاستراتيجي من الثايروجلوبولين، تمام؟ من الثايروجلوبولين. اعمله ازاي؟ ثايروجلوبولين ده جلايكوبروتين، فبيتصنع جوه ايه؟ بيتصنع جوه الاندوبلازميك ريتيكولم، الريبوزومز بتصنع لي الراف اندوبلازميك ريتيكولم او الريبوزومز، لان ده بروتين، فبتصنع لي ايه؟ بتعمل لي ثايروجلوبولين سكريشن. هذا الثايروجلوبولين بالاكزوسايتوزيس يطلع بره عشان يبقى فين؟ في ال جوه الثايرويد فوليكل، بيطلع من الفوليكولر سيلز الى جوه الثايرويد فوليكلز اللي هو لونه بينك ده اللي انت شايفه ده، خلاص طلع من السيل لجوه. طيب اللي بره
بره فين يعني؟ بره في منطقه الكولويد، مش بره في البلازما يعني، لجوه الثايرويد فوليكلز. طيب تمام، ادي الفوليكولار ثايروجلوبولين او الفوليكولار كولويد. يحصل ايه بعد كده؟ ابدا، احنا منتظرين ان يجي الايودين او الايودايد. يجي منين؟ بيحصل حاجه اسمها بامبنج او ترابنج بواسطه اهو صوديوم ايودايد سيمبورتر او كو ترانسبورتر. دخل الصوديوم ودخل معاه الايه؟ الايودايد. واتفقنا ان احنا بناخد الانرجي منين؟ من الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. حلو الكلام. دخل الايودايد من خلال البندرين اللي هو سميناه ايه؟ اللي هو الايودايد كلورايد او الكلورايد ايودايد كو كاونتر ترانسبورتر. كان بيدخل الكلورايد بس مش باينه في الرسمه هنا، ويطلع الايودايد. لحد دلوقتي ان اورجانيك ايودايد، نعمل له اوكسيديشن نحوله الى اورجانيك ايه؟ ايودين. اول ما الاورجانيك ايودين ده يتكون، له القدره على انه يمسك مع ايه؟ مع الثايروجلوبولين. فاكرين اهو الثايروجلوبولين اهو، يمسك مع المولكيول ده بتاع الثايروجلوبولين. اول ما يمسك فيه يروح مكون لي ايه؟ يروح مكون لي ايه؟ يكون لي حاجه اسمها، يمسك في التيروزين ريزيديوز. طبعا ادي التيروزين ريزيديوز اهي اللي طالعه منه اهي، يكون لي حاجه اسمها مونو او داي ايودو تيروزين. يا مونو ايودو تيروزين يا داي ايودو ايه؟ تيروزين. المونو يمسك في الداي، او الداي يمسك مع الداي ويكون لي مونو يمسك مع الداي يعمل لي تي 3، والداي يمسك مع الداي يعمل لي ايه؟ تي 4. تمام؟ طيب بعد كده يحصل ايه بقى؟ تحصل حاجه مهمه قوي، ان هذا الممبرين بتاع الفوليكولر سيل ده بيروح مطلع، بيعمل حاجه اسمها فينوسايتوزس. فاكرين الفينوسايتوزس؟ الاندوسايتوزس والفينوسايتوزس نوع برضو من السيل ترانسبورت، بيطلع زي السودوبوديا كده، بياخد فيها التي 3 والتي 4 دول، ياخدهم جوه او الثايروجلوبولين ده اللي هو متحد بي تي 3 وتي 4، ياخدهم يدخلهم جوه فيسيكل كده او فاكيول جوه الايه؟ الثايرويد فوليك الفوليكولر سيلز سوري. ثم هذه الفوليكولر فاكيول دي او هذه الفيسيكل دي بيمسك فيها حاجه اسمها لايزوزومز. لايزوزومز دي اسلحه فتاكه جوه السيل، بيطلع منها حاجه اسمها بروتييز انزيم. بروتييز انزيم، ما تنساش ان الانزيم بتاع الاكسديشن كان اسمه بيروكسيديز، ها؟ لكن ده بروتييز. بروتييز يعني بيكسر، بيعمل لايسز. البروتييز بيعمل حاجه اسمها بروتيوليسز او بروتيوليسز. خلاص، يعمل ايه في الـ في الـ في الـ هو اللي عنده القدره على تحرير التي 3 والتي 4 من الثايروجلوبولين مولكيول، بدل ما يفضلوا ماسكين فيه، لا هو عنده القدره على تحريرهم من الثايروجلوبولين، فيتحرر التي 3 التي 4 اللي هو الثايروكسين والتراي ايودو ثايرونين اللي هم التي 3. ليه يتحرروا وليه لازم يتحرروا؟ عشان لما يجي الوقت والجسم يستدعيهم للخروج من الثايرويد فوليكلز علشان يبتدوا يشتغلوا في الجسم، يبقى ليهم القدره على الخروج بدون ما ينفعش يخرج معاهم الثايروجلوبولين. هما لازم يطلعوا التي 3 والتي 4 لوحدهم، هيمسكوا بعد كده بره الجسم او بره في البلازما، هيمسكوا في كارير بروتين او كل حاجه، لكن عشان كده في توتال وفي فري، لكن او في فري وفي باوند فورم منه، لكن لازم لما يطلعوا من الثايرويد جلاند يبقوا T3 in the form of T3 و T4 مش in the form of thyroglobulin. يبقى يطلعوا يتحرروا بعد كده بالبروتيوليسز، او نكسر ال T3 و T4 نعملهم كليفج ونطلعهم بره، او نفكهم من الثايروجلوبولين ده ويطلعوا بعد كده بره الخليه لما يستدعيهم الجسم عشان يقوموا بوظيفتهم. متفقين؟ ده الستورج اند ريليز اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الثايرويد هرمونز اللي بتصنعهم الثايرويد فوليكلز بيفضلوا ان ابيبتايد لينكج مع الثايروجلوبين مولكيول تو بي ستورد ان ذا فوليكل ان ذا كولويد سوري. ولما يجي التي اس اتش، على فكره يبقى تي اس اتش عمل ستيميليشن للايودايد ترابنج او الايودايد بامبنج او الايودايد ابتيك بالاكتف بامب، وتاني خطوه بيساعد فيها انه لما تيجي التي اس اتش الثايروجلوبين بروكن او بيحصل له بروتيوليسيس بالبروتيز انزيم، يطلع منه التي 3 والتي 4 تو بي بعد كده. الريليز بتاعهم اهو، جبت لك صوره برضو، ادي الثايروجلوبولين اهو واللي متحوش فيها اللي ماسك فيها كان تي 3 وتي 4، دخل جوه. اول ما تي اس اتش يجي على طول يروح الثايروجلوبولين ده المتحد مع تي 3 وتي 4 يشتغل عليه بروتيز انزيم، يروح مطلع تي 3 وتي 4 احرار ويطلع كان يعني امينو اسيد بعد كده. يعني المهم ان تي 3 وتي 4 يطلقوا احرار to be released او to be set free، يعني عشان يطلعوا على البلاد بعد كده ويبتدي الجسم ايه يستخدمه. طيب
احنا الثيرويد جلاند بتاعتنا والغده الدرقيه بتقدر تطلع ديلي ريت، معدل الافراز اليومي بتاعها كام؟ 93% من الثيرويد هرمونز اللي بتطلعها الثيرويد في اليوم، 93% T4. تخيلوا، ما احنا متفقين ان الكميه الاكبر اللي بتطلع في الدم هي T4 مش T3، برغم ان T3 هو المور بوتنت، بس هنعرف الجسم بيتحايل على الحته دي ازاي. فالكميه الاكبر 93% هو T4، و7% بس هو T3 او تراي ايودوثيرونين. طب احنا عايزين المور بوتنت، طب نعمل ايه؟ بنفضل كده في النكست فيو دايز افتر ريليس، حوالي نص التي 4 ده يتحول سلولي الى تي 3. ان احنا بنعمل له حاجه اسمها دي ايودينيشن. يعني ايه بنعمل له دي ايودينيشن؟ يعني ناخد منه واحده ايودين. لما ناخد من التي 4 واحده ايودين يتحول الى ايه؟ الى تي 3، كان 4 يتحولوا الى 3. يبقى نص التي 4 within few next few days بعد السكريشن يتحول نصه الى التي 3، وبالتالي يبقى delivered by to the tissues، وتستخدمه التشو عشان هو المور بوتنت وهو المور اكتف وهو اللي بيقدر يشتغل اكتر. طب النورمال ليفل بتاعتنا كام؟ التوتال تي 3 اللي هو الباوند فورم والفري فورم 8 مايكروجرام بر دي سي لتر. المايكروجرام دي اللي هي 10 اس ماينس 3، 10 اس ماينس 3 يعني 1 على 1000 من ال 1 على 1000 من ال الجرام بير دي سي لتر. الفري تي 4 تقريبا ربع الكميه او ربع الاماونت، يعني 2 نانو جرام، والنانو جرام دي 1 على 9، يعني 1 على بليون، جزء من بليون جزء من الجرام، 1 على 10 اس ماينس 9 او 1 على 1000 مليون بارت من الجرام بير دي سي لتر. طيب ماذا عن التي 3؟ التوتال تي 3 0.15 مايكرو جرام بير دي سي لتر، والفري فورم بتاعها 0.3 نانو جرام، يعني تقريبا خمس الكميه فري فورم نانو جرام بير دي سي لتر. بشكركم على حسن استماعكم، ما رضيتش اتقل عليكم في محاضره النهارده، حاولوا تقروها كويس عشان المره الجايه مبنيه على المحاضره دي. اشوفكم على خير ان شاء الله. جود لك وربنا معاكم.